السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ الجزء الأول من شرح الفصل الرابع، دوائر التيار المتردد والحل عليه. هنبدأ نشرح الدرس الجزء الأول من كتاب الوافي شرح، وبعدين هنبدأ نحل منه من كتاب الرائد وكتاب الموسوعة وكتاب الدليل، بحيث إن احنا نثبت المعلومات اللي على الفصل الرابع من أوله. طيب هنبدأ نعرف يعني إيه تيار متردد. التيار المتردد لو احنا رسمناه هنقدر نعرف تعريفه. هو التيار اللي بتتغير شدته دوريا من الصفر الى النهاية العظمى، وبعدين بيقل للصفر، ده خلال نصف الدور الاول، ثم ينعكس اتجاهه وتزداد شدته من الصفر الى النهاية العظمى، ثم تقل الى الصفر في نصف الدورة الثاني، ويتكرر ذلك بنفس الكيفية. يبقى هو التيار اللي بتتغير شدته دوريا من الصفر إلى النهاية العظمى، ثم يقل إلى الصفر خلال نصف دورة، ثم ينعكس اتجاهه وتزداد شدته من الصفر إلى النهاية العظمى، ثم يقل إلى الصفر في نصف الدورة الثاني، ويتكرر ذلك بنفس الكيفية. وممكن نقول صورة مختصرة عن التيار المتردد، هو تيار متغير الشدة والاتجاه دوريا مع الزمن. الزمن الدوري هو الزمن الذي يستغرقه التيار المتردد في عمل ذبذبة كاملة، ومنها أقدر أعرف قانون الزمن الدوري اللي هو تي على الإن، والتردد إف هو عدد الذبذبات الكاملة التي يعملها التيار في الثانية الواحدة، يعني إف بتساوي إن على تي. ومنها بنقول إن التردد مقلوب الزمن الدوري، والزمن الدوري مقلوب التردد. إمتى الزمن الدوري يساوي التردد؟ لو كان الزمن الدوري بواحد، لأن مقلوب الواحد هو واحد. طيب بيختلف تردد التيار من دولة لتانية، لازم نكون عارفين المعلومة دي عشان عليها أسئلة كتير. تردد التيار في مصر كام؟ 50 هرتز. قابلنا أسئلة زي دي كتير. طيب إيه هي مميزات التيار المتردد؟ رقم واحد، أقدر أرفع وأخفض القوة الدافعة للتيار المتردد باستخدام المحول الكهربي. يبقى علشان المحولات الكهربية بتشتغل مع التيار المتردد، فبقدر أرفع الجهد القوة الدافعة للتيار المتردد واخفضها باستخدام المحول، وبالتالي أقدر أنقل الطاقة الكهربائية المترددة لمسافات بعيدة عن مصادر التوليد إلى أماكن الاستهلاك عبر الأسلاك دون فقد كبير في الطاقة الكهربائية، عشان أنا بقدر أرفع جهدها باستخدام المحولات. ودي ممكن يجي سؤال يقول لي التيار مين اللي ينفع أنقله المسافات بعيدة؟ طبعا ما ينفعش التيار المستمر، ما ينفعش ينقله المسافات بعيده. امال مين اللي بينفع ينقله المسافات بعيده؟ التيار المتردد. اشمعنى المتردد؟ عشان بقدر ارفع قوته الدفعه، وبالتالي اقدر انقله مسافات بعيده، لان لما هرفع القوه الدافعه المتردده انا هخفض التيار، وبالتالي هيقدر يمر عبر مسافات بدون فقد يذكر في الطاقه الكهربائيه. طيب كمان ميزة ان انا اقدر احول التيار المتردد لتيار مستمر، لكن صعب العكس. لكل من التيار المتردد والتيار المستمر هما الاثنين بيتفقوا ان ليهم تأثير حراري، ودي برضو من ضمن الاسئلة اللي هتقابلنا. التيار المتردد يصلح في بعض العمليات، الاضاءة، التسخين، تشغيل المصانع، لكن في حاجة ما يقدرش عليها التيار المتردد اللي هي التحليل الكهربي والطلاء الكهربي. برضو هتقابلنا اسئلة ايه الشيء اللي ما يقدرش يقوم بيه التيار المتردد، ما اقدرش استخدمه في التحليل الكهربي والطلاء الكهربي. والنقطتين دول مهمين اثناء المذاكره. يمر في الدوائر المحتويه على مكثفات. ايه موضوع المكثف ده؟ احنا هنشرحه بالتفصيل، بس مؤقتا ممكن نعرف ان المكثف دول عباره عن حاجه بنخزن فيها الطاقه الكهربيه، أداة كده بتتوجد في الدوائر بنخزن فيها الطاقة الكهربية. المكثف ده لو اتوجد في دايرة، والدايرة دي عايز يمر فيها التيار المتردد، عادي يمر التيار المتردد في الدوائر التي تحتوي على مكثفات. لكن لو كان المكثف ده موجود في دايرة واللي كان عايز يمر فيها التيار المستمر، فبنلاحظ حاجة غريبة، إن التيار المستمر ما بيمرش غير لحظيا، لحظة، وبعد كده يمتنع عن المرور في الدوائر اللي موجود بها مكثفات، وده هنعرفه بالتفصيل في وقتها. طب لو حبيت اعمل مقارنه بين التيار المتردد والتيار المستمر، ودي حته مهمه ممكن يجي فيها اسئله، تعالوا نقارن بين المتردد والمستمر من ناحيه التعريف. التيار المتردد متغير الشده والاتجاه دوريا مع الزمن، اما التيار المستمر ثابت الشده والاتجاه.
احصل على التيار المتردد منين؟ من دينامو التيار المتردد. طيب التيار المستمر احصل عليه منين؟ من دينامو التيار المستمر او المراكم او الاعمده الكهربيه. طيب قياس الشده، احنا عندنا سابقه في جلفانو والاميتر انهم ما ينفعوش يقيسوا تيارات متردده. كنا بنقول علل ليه الجلفانو لا يستطيع قياس تيار متردد، قلنا فيه احتمالين، لو كان التيار المتردد ده تردده ضعيف فبيبقى المؤشر بتاع الجلفانومتر بينحرف يمينا ويسارا، واذا كان التردد عالي فان المؤشر بيثبت عند الصفر وما بيتحركش اصلا. فاحنا عرفنا ان الجلفانو ما ينفعش انه يستخدم في قياس التيار المتردد. طب مين البديل؟ بيقيسوا التيار المتردد ازاي؟ بحاجه اسمها الاميتر ولكنه الحراري. يبقى قياس شدة التيار المتردد عن طريق الأميتر الحراري. أما التيار المستمر زي ما احنا قلنا قبل كده الأميتر الحراري ممكن، والأميتر ذو الملف المتحرك. يبقى الأميتر الحراري ينفع يقيس تيار متردد وينفع يقيس تيار مستمر، ودي برضه هتقابلنا أسئلة. التحويل، هل مش سهل عليا إن أنا أحول التيار المتردد لمستمر؟ أيوه. طيب هل ممكن أحول المستمر إلى متردد؟ لا ده صعب جدا. طيب التحكم في الجهد، ايوه بقدر ارفع واخفض الجهد المتردد باستخدام المحولات. طبعا هنا مش ينفع لان لو استخدمت المحول مع التيار المستمر مش هيمر التيار المستمر، المحول مش هيشتغل اساسا، لان المحول فكرة عمله الحث المتبادل، يعني عايز تغير في المجال وليس ثبوت فيه، لا يمكن رفع او خفض جهده. طيب النقل، بقدر انقل التيار المتردد لمسافات بعيدة دون فقد يذكر في الطاقة باستخدام المحولات، أما التيار المستمر ما تقدرش أبدا تنقله لمسافات بعيدة لأنه هيفقد جزء كبير من طاقته على شكل حرارة. الاستخدامات، بنستخدم التيار المتردد في الإضاءة وفي التسخين وفي تشغيل الآلات. طب التيار المستمر بيستخدم في إيه؟ هيستخدم في الإضاءة برضه وفي التسخين، لكن مش ممكن هيشغل آلة، وبيستخدم في التحليل الكهربي والطلاء بالكهرباء. يبقى احنا عندنا التحليل الكهربي والطلاء بالكهرباء وشحن البطاريات والمراكم كما يستخدم في الإضاءة والتسخين. مروره في المكثفات، يقدر يمر في الدوائر اللي بتحتوي على مكثف، لكن التيار المستمر لا يمر في الدوائر المحتوية على مكثف. تكلفة الإنتاج، التيار المتردد بالنسبة للتيار المستمر تكلفته بسيطة جدا، يعني يعتبر تيار رخيص، أما التكلفة الإنتاج عشان ننتج تيار مستمر هيبقى التكلفة كبيرة جدا. هنبدأ نعرف يعني ايه الاميتر الحراري. طبعا الاميتر الحراري ده جهاز بيستخدم عشان يقيس القيمة الفعالة لشدة التيار المتردد وفي نفس الوقت شدة التيار المستمر، بيقيس الاتنين ويعتمد على التأثير الحراري للتيار الكهربي. يبقى فكرة عمل الاميتر الحراري التأثير الحراري للتيار الكهربي. طيب الاميتر الحراري ذو السلك الساخن، يا ترى تركيبه عبارة عن ايه؟ عبارة عن إن إحنا هنرسم دايرة كده وبعدين نكون مسمارين، مثلا أدي المسمار A وأدي المسمار B، في هنا سلك متصل بالمسمارين دول، سلك من سبيكة الإريديوم والبلاتين. يبقى يوجد سلك متصل بالمسمارين A و B من سبيكة البلاتين والإريديوم. إشمعنى السبيكة دي؟ لأنها بتتأثر بدرجة الحرارة بدرجة ملحوظة. طيب ماشي، وبعدين هيجي من منتصف السلك هيبقى فيه هنا خيط من الحرير، الخيط من الحرير ده ملفوف على بكرة لفة واحدة، وبعدين الطرف التاني فيه هنا ملف لولبي كده متثبت في جدار الأميتر. طيب والبكرة دي واصل بيها مؤشر، يبقى عندنا مؤشر، المؤشر ده طرفه مثبت على البكرة والطرف التاني بيتحرك على تدريج، التدريج ده أقسامه غير متساوية، يبقى الأقسام بتاعته غير متساوية. تمام، وفي يوصل بالسلك ده على التوازي مجزء للتيار برضو لحماية الملف، لحماية الجهاز الأميتر وحماية السلك إنه يعترض لو دخل عليه تيار قوي، وفي نفس الوقت جهاز الأميتر ده بيتوصل على التوالي، فاحنا خايفين إنه مقاومته تضاف إلى مقاومة الدايرة فيضعف التيار اللي رايح يقيسه، فلما نوصله على التوازي مع مجزء للتيار بيخلي يقلل المقاومة الكلية وبالتالي لا يؤثر تأثير ملحوظ على التيار المراد قياسه. ده ببساطة كده تركيب الأميتر الحراري.
يبقى أول حاجة هنشوف إيه الغرض منه، عايزين عن طريقه نقيس شدة التيار المتردد اللي هي بنسميها القيمة الفعالة للتيار المتردد، وكمان شدة التيار المستمر. إيه الأساس العلمي؟ التأثير الحراري للتيار الكهربي. طب إيه تركيبه؟ هنقول 4 نقط. أول نقطة السلك رفيع من سبيكة الإريديوم والبلاتين مشدود بين مسماري التوصيل A و B. يتصل السلك من المنتصف بخيط من الحرير يلف لفة واحدة حول بكرة، ويشد الطرف الآخر بزنبرك مثبت في جدار الجهاز، ويراعى أن يكون الخيط مشدود دايما. في بعد كده مؤشر، المؤشر ده يثبت على البكرة والطرف الآخر بيتحرك على تدريج غير منتظم. السلك نفسه هيتوصل بمقاومة على التوازي تسمى مجزء التيار. شرح العمل: لما هيمر عند توصيل الأميتر على التوالي بالدايرة اللي احنا عايزين نقيس شدة التيار فيها، هيتولد في السلك كمية من الحرارة، فالحرارة دي هتسخن السلك وتخليه يتمدد بمقدار محسوس فيرتخي. لما يرتخي عن طريق الملف ده هيشد خيط الحرير، فخيط الحرير هيشد السلك، وبالتالي هتدور البكرة، يتحرك المؤشر، وبالتالي يثبت عند قراءة معينة ونعرف قراءة التيار. طيب تدل قراءة المؤشر على القيمة الفعالة للتيار المتردد، يبقى الميتر ده بيقيس القيمة الفعالة وليس القيمة العظمى. وظيفة مجزء التيار في الأميتر جعل الجهاز يقيس شدة التيار أكبر، كما يقلل المقاومة الكلية فلا تؤثر مقاومته على شدة التيار المراد قياسه. إزاي أعاير الجهاز؟ يعني مثلا إزاي أخلي الجهاز بقى مكتوب عليه قراءات صحيحة؟ نعمل عملية معايرة، إن أنا بجمع في دايرة واحدة بين الأميتر الحراري وأميتر ذو الملف المتحرك، الأميتر العادي، بس الدايرة طبعا لازم يكون فيها تيار مستمر لأن الأميتر الحراري هيقبل ده، وكمان الأميتر ذو الملف المتحرك بيتعامل مع التيار المستمر أساسا. ونقفل المفتاح ونحرك الريستات، هيمر تيار معين احنا عارفين قيمته من خلال الأميتر العادي. أول ما يقف عند 5 أمبير مثلا، نيجي عند هنا عند المؤشر بتاع الأميتر الحراري ونكتب 5، نغير الريستات هيتغير التيار. لما يستقر مؤشر الأميتر العادي عند مثلا 3 أمبير، نيجي في الحتة اللي وقف فيها الأميتر الحراري نكتب 3 أمبير. دي اسمها عملية معايرة الأميتر الحراري، ودي برضو هيجي عليها أسئلة من الأسئلة اللي هتقابلنا في الدرس. ايه مميزات الأميتر الحراري؟ أنا شايفة ميزة حلوة إنه يقدر يقيس التيار المستمر والتيار المتردد، الحاجتين مع بعض. ليه بقى؟ طب علي ليه بيقدر يقيس التيار المتردد والمستمر؟ لأن التيار المتردد أو المستمر لو الاثنين لو مروا في مقاومة بيبقى ليهم أثر حراري، لأن التأثير الحراري موجود في الاثنين لا يتوقف على اتجاه التيار. يعني التيار المتردد بيسخن المقاومة والتيار المستمر نفس الكلام، فاحنا هنا بنقول لأن التأثير الحراري ما بيتوقفش على اتجاه التيار. عيوب الأميتر الحراري هو علشان خاطر السلك يسخن ويتمدد، هي دي عملية مش هتحصل في ساعتها، فهتحتاج وقت. فانت بقى لما تيجي توصل الأميتر الحراري بتيار متردد هتستنى فترة قوي عقبال ما السلك يسخن ويتمدد والبكرات تدور ويحرك المؤشر ويثبت عند التدريج. فأعتقد إن العيب الكبير في الأميتر الحراري إن المؤشر بتاعه بيتحرك ببطء عند مرور التيار، وكمان هيعود للصفر ببطء بعد قطع التيار. طيب يوجد به خطأ صفري، هو السلك بيتأثر بالحرارة بتاعة التيار، لكن افرض كنا في يوم حار، الجو كان حار جدا ودرجة الحرارة مرتفعة، ممكن تلاقي المؤشر الأميتر بينحرف من غير ما يمر في تيار عادي كده. ليه؟ لأن السلك بتاعه تأثر بدرجة حرارة الجو، وده ممكن يؤدي لخطأ صفر، لأنك لما تيجي تستخدمه مش هتلاقي المؤشر واصل لصفر، هتلاقي المؤشر عند قراءة لأنه تأثر بدرجة حرارة الجو وانحرف لهذه القراءة. وطبعا لو انت استخدمت اي مؤشر او اي تدريج مش بادئ من الصفر بيسبب لك خطأ في القياس اسمه الخطأ الصفري. يبقى يتحرك مؤشر الاخطاء بقى نقولها او العيوب، يتحرك مؤشره ببطء حتى يثبت عند مرور التيار فيه، كما انه يعود للصفر ببطء بعد قطع التيار عنه. يوجد به خطأ صفري بسبب تأثر السلك بحرارة الجو. طيب دي ليها حل؟ ممكن ان انا اشد السلك على لوحه من ماده ليها نفس معامل تمدد السلك، يعني مثلا اجيب لوحه من سبيكه البلاتين والاريديوم
زي المصنوع منها السلك، بس افصل بينهم بماده عازله بحيث انها لو اتاثر السلك بدرجه الحراره، اللوحه المشدود عليها السلك يتاثر كمان بدرجه الحراره، فالاثنين يتشدوا في وقت واحد، فيبقى اذا السلك مشدود في النهايه. يبقى للتغلب على الخطا الصفري يشد السلك على لوحه من لها نفس معامل تمدد السلك، وبالتالي كده انا هقدر اتغلب على الخطا الصفري. المعلومة اللي جاية دي مهمة وهتقابلنا في الأسئلة. أقسام التدريج غير متساوية، متقاربة في البداية ومتباعدة في النهاية، لأن كمية الحرارة المتولدة تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار. عندنا الطاقة الحرارية الهي، الطاقة الحرارية بتساوي أي تربيع في أر في تي. فدلوقتي الطاقة الحرارية بتتناسب مع مربع التيار، فلو كان مثلا التيار زاد للضعف ده هتبقى 4 أمثالها. فخلي بالكم عشان دي هتيجي أسئلة. يبقى احنا دلوقتي عندنا كام جهاز خدناهم في المنهج؟ خدنا الجلفانو تدريجه منتظم، والأميتر تدريجه منتظم، والفولتميتر تدريجه منتظم. خدنا جهازين في المنهج بس تدريجهم غير منتظم، اللي هما مين؟ خدنا الأوميتر تدريجه غير منتظم، وخدنا دلوقتي الأميتر الحراري تدريجه غير منتظم. طب تعالوا نقارن بين تدريج الأوميتر وتدريج الأميتر الحراري. تدريج الأوميتر بيبدأ من اليمين إلى اليسار. طب إزاي؟ مش كل الأجهزة تدريجها بيبدأ من اليسار إلى اليمين؟ أيوة، بس الأوميتر عنده تدريجين، تدريج الميلي أميتر أو تدريج الجلفانو اللي هو بيبدأ من اليسار إلى اليمين، اللي هنا صفر وهنا أقصى قيمة للآي اللي هي الآي جي، ده تدريج الاميتر. وفي نفس الوقت عنده تدريج اللي بتبقى موجوده عليه الار اكس المقاومات، ده تدريج الاميتر، ده اللي بتكون مذكوره عليه قيمه المقاومات. تدريج الاميتر دوت او تدريج المقاومات بيبدا من فين لفين بقى؟ بيبدا من اليمين الى اليسار، وهو تدريجه غير منتظم. بالنسبه للاميتر بتتقارب اقسام التدريج جهه اليمين وتتباعد جهه اليسار. أما تدريج الأميتر الحراري عشان عنده تدريج واحد، فهو كبقية الأجهزة تدريجه بيبدأ من اليسار إلى اليمين، وبرضه غير منتظم، فبتتقارب أقسامه جهة اليسار وتتباعد جهة اليمين. يبقى دي ممكن نقارن منها إمتى بتتقارب وإمتى بتتباعد، بحكم إن ده تدريجه من اليمين إلى اليسار، أما ده العكس من اليسار إلى اليمين. طيب ماشي، السبب ايه؟ سبب ان تدريج الاوميتر غير منتظم ان احنا عندنا شدة التيار بتتناسب تناسبا عكسيا مع المقاومة الكلية وليس الار اكس بس. اما الاميتر الحراري ليه تدريجه غير منتظم؟ لان الطاقة الحرارية بتتناسب مع مربع التيار وليس التيار فقط، وده هيعمل اقسام غير متساوية. اذا زادت شدة التيار للضعف زادت كمية الحرارة المتولدة الى 4 امثال. هيقابلنا الاسئلة دي كتير جدا. طيب عايزين نقارن بين الأميتر الحراري والأميتر ذو الملف المتحرك. الأميتر الحراري والأميتر ذو الملف المتحرك من حيث نظرية العمل، ده التأثير الحراري للتيار الكهربي، أما ده التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. الوظيفة، ده بيقيس التيار المستمر بس وكمان القيمة الفعالة للتيار المتردد. يبقى الأميتر الحراري بيقيس الاثنين، بيقيس شدة التيار المستمر والقيمة الفعالة للتيار المتردد، أما الأميتر ذو الملف المتحرك بيقيس شدة التيار المستمر بس. التأثر بدرجة الحرارة، عندنا الأميتر الحراري بيتأثر، بتتأثر قراءته بدرجة حرارة الجو، أما الأميتر ذو الملف المتحرك لا تتأثر قراءته بدرجة حرارة الجو. أقسام التدريج في الأميتر الحراري غير متساوية، لأن كمية الحرارة زي ما لسه قايلين بتتناسب مع مربع التيار، أما هنا في الأميتر العادي متساوية لأن زاوية الانحراف سيتا بتتناسب مع أي. حركة المؤشر، في الأميتر الحراري بيتحرك ببطء لأنه لسه هيسخن السلك ويتمدد ويرتخي، يتحرك ببطء ويعود للصفر ببطء، أما بالنسبة للمتحرك الأميتر العادي بيتحرك بسرعة ويعود للصفر بسرعة. شرط الاتزان حتة مهمة جدا في الأميتر الحراري، إمتى المؤشر بيستقر على التدريج؟ لما بيوصل لحالة الاتزان. حالة الاتزان إمتى؟ لما تكون كمية الحرارة المتولدة من التيار متساوية مع كمية الحرارة المفقودة منه بالإشعاع. يبقى كمية الحرارة المتولدة فيه في السلك تتساوى مع كمية الحرارة المفقودة منه بالإشعاع للوسط.
يبقى شرط الاتزان، لو كمية الحرارة المتولدة في السلك تساوت مع كمية الحرارة المفقودة منه بالإشعاع ساعتها هيبقى في حالة الاتزان والمؤشر يثبت على التدريج، تتساوى كمية الحرارة المتولدة فيه مع كمية الحرارة المفقودة منه. أما هنا في الأميتر العادي تتساوى أو لحظة الاتزان أو لحظة ثبات المؤشر على التدريج لما يتساوى عزم الازدواج مع عزم اللاينامي في الملفات الزنبرقية لما الاتنين يساووا بعض. طيب حساسية الجهاز ده قليل الحساسية للتيارات الضعيفة، مش هيحس بالتيار الضعيف لأن التيار الضعيف مش هيلحق يسخن السلك ولا يتمدد السلك، فبالتالي مش هيقدر يسجل له قراءة، محتاج تيار قوي عشان يكون ليه أثر حراري قوي ويسخن السلك ويتمدد ويرتخي وتدور البكرة وتحرك المؤشر على التدريج. أما هنا عالي الحساسية للتيارات الضعيفة. هنا شوية أسئلة خاصة بعلل ليه بيصلح الأميتر الحراري لقياس كل من التيار المتردد والمستمر، لأنه مبني على التأثير الحراري وليس الاتجاه. ليه أقسام التدريج في الأميتر الحراري غير متساوية؟ قلنا لأن كمية الحرارة المتولدة فيه تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار. ليه بيصنع من سبيكة الإريديوم والبلاتين؟ لأنها بتتمدد بمقدار مناسب لما يمر تيار ضعيف نسبيا فيها، لأن هو مش ضعيف أوي، ضعيف نسبيا لدرجة إنه يجعلها إيه تتمدد. لا يصلح الأميتر الحراري في قياس شدة التيارات الصغيرة جدا، ليه؟ لأن كمية الحرارة المتولدة عنها صغيرة لا تكفي لتمدد السلك تمدد ملحوظ. طب ليه بيثبت السلك على لوحة لها نفس معامل التمدد؟ علشان تأثره بالحرارة، علشان نتلاشى الخطأ الصفري، حتى يتمددان بنفس المقدار بتأثير حرارة الجو فيظل المؤشر عند صفر التدريج. طب ليه في مسمار ضبط في الأميتر؟ موجود مسمار ضبط في الأميتر، ليه المسمارين دول موجودين؟ علشان لو ما كانش المؤشر واصل للصفر بسبب ارتخاء السلك ده ممكن احنا نحرك المسمارين بحيث ان احنا نشد السلك ده ويعود المؤشر الى صفر التدريج لجعل السلك مشدودا دائما، بالتالي يكون المؤشر عند صفر التدريج عند عدم مرور تيار. طبعا ليه بيثبت مؤشر الاميتر الحراري بعد فتره من مرور الزمن؟ لما تثبت درجه حراره في السلك الاريديوم البلاتيني فيقف تمدده ويثبت المؤشر وحده ذلك عندما تتساوى كميه الحراره المتولده فيه والمفقوده منه بالاشعاع، وهذا لا يحدث لحظيا ولكن بعد فتره من مروره بزمن. طيب يتحرك مؤشر الاميتر الحراري ببطء ليه؟ بسبب الزمن، محتاج وقت، محتاج زمن، بذلك بسبب الزمن اللازم للتسخين والتمدد عند مرور التيار والانكماش عند قطع التيار. نحاول نشوف شوية أسئلة. هنبدأ حل الأسئلة من الجزء اللي احنا خدناه من كتاب الرائد. التيار الواصل للمنازل هو تيار متردد، يبقى التيار اللي بنتعامل معاه في البيت هو تيار متردد. تردد التيار في مصر دي مهمة جدا، 50 هرتز. طب إذا زادت شدة التيار في الأميتر الحراري للضعف فإن زاوية الانحراف، إحنا قلنا إن كمية الحرارة تتناسب تناسبا طرديا مع مربع التيار، فإحنا لو هي زادت للضعف شدة التيار فتزداد زاوية الانحراف بتزداد إلى 4 أمثال. طب إذا زادت شدة التيار في الأميتر الحراري للضعف، نفس تكرار السؤال بس هو طالب هنا يزداد بمقدار، فإن زاوية الانحراف بتزداد بمقدار، إحنا قلنا إن زاوية الانحراف هتزداد 4 أمثالها، طب يعني مقدارها قد إيه؟ هتبقى طبعا هنشيل من 4 أمثال المثل تبقى 3 أمثال. هو كلمة بمقدار يعني التغير، اتغيرت بقد ايه؟ يعني نجيب دلتا من سيتا الأولى سيتا وسيتا التانية 4، يبقى 3 أمثال. السؤال اللي بعده، يستخدم الأميتر الحراري في قياس طبعا التيار المتردد والتيار المستمر، يبقى هنقول كلاهما. تمام، هنشوف السؤال اللي بعده. التأثير الحراري للتيار الكهربي هو فعل فكرة عمل الأميتر الحراري. هنشوف السؤال رقم 7. الأميتر الحراري تدريجه غير منتظم، ليه؟ لأن كمية الحرارة المتولدة في السلك نتيجة مرور التيار تتناسب تناسبا طرديا مع مربع شدة التيار. رقم 8، لا يصلح التيار المتردد. التيار المتردد ما ينفعش في إيه؟ في شحن المراكم. طيب السؤال رقم 9، لمعالجة خطأ الأميتر الحراري الناتج من تأثره بالحرارة نعمل إيه؟ نشد السلك على لوحة لها نفس معامل التمدد الحراري للسلك ثم عزلها. طيب السؤال رقم 10، يتم معايرة الأميتر الحراري باستخدام تيار مستمر. يبقى احنا دلوقتي خلصنا أسئلة كتاب الرائد على الجزئية اللي احنا اشتغلنا عليها ونكمل من كتاب تاني. هنحل على نفس الجزئية من كتاب الموسوعة.
بيقول السؤال: الدينامو العملاق الموجود على جانبي السد العالي والذي يمد جمهورية مصر العربية بالطاقة الكهربية ودور ملفه بمعدل، بيسألني على التردد. فممكن هناك تروح على رقم ألف وتختارها بسهولة لأنك شايف 50، بس دي مش 50 هرتز، دي 50 دورة في الدقيقة مش في الثانية. فالإجابة الصحيحة هتبقى ب، لأن عندك التردد عدد الدورات على الزمن. يبقى نجيب ال 3000 لما نقسمها على 30، هي دي اللي هتطلع كام؟ 60، آسفة، هتطلع 50 هرتز. تمام، أدي الصفر هيطير مع الصفر، وإحنا عندنا دلوقتي الدقيقة فيها في خطأ، معلش. إحنا هنختار رقم ب لأن إحنا عندنا التردد بيساوي ان على تي. بعتذر عن الخطأ، هو هنا التردد الاف بيساوي ان على تي. عندنا 3000 على الدقيقة، هنحول الدقيقة إلى ثانية، والدقيقة فيها كام؟ 60 ثانية. الصفر ده هيطير مع الصفر ده، هتبقى عندك 30 على 6 فيها 5، يبقى كده 50 هرتز. يبقى الإجابة رقم ب، لأن التردد في مصر ومية مصر العربية 50، و50 هتتحقق من رقم ب مش من رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده. اكتشف الصوديوم عام 1807 من قبل حد معين، يعني مش عايزه انطق خطأ، حيث قام بتحضير الصوديوم عن طريق التحليل الكهربي المسحور كلوريد الصوديوم. اي الخلايا الكيميائيه التاليه يمكن ان تستخدم لهذا الغرض؟ طبعا ادام تحليل كهربي، فاللي بيستخدم في التحليل الكهربي التيار المستمر، مش هينفع التيار المتردد. يبقى الاختيار رقم ألف. هنشوف السؤال اللي بعده. الشكل يوضح دائرة كهربية تحتوي على بطارية ومقاومة متغيرة وأميتر ذو الملف المتحرك وأميتر ذو السلك والساخن ومفتاح. عند غلق المفتاح كانت شدة التيار المار في الدائرة أي. طب لو أنا استبدلت البطارية بدينامو تيار متردد، القيمة العظمى للقوة الدفع الكهربية الناتجة لما هتساوي القوة الدفع الكهربية للبطارية. خلي بالك مين اللي هيتساوي مع البطارية؟ الماكس. ايه اللي هيحصل بقى؟ طبعا هيبقى الاختيار رقم ب، لان الاميتر ذو الملف المتحرك هتنعدم قراءته لانه مش هيقدر يشتغل مع التيار المتردد. طيب بالنسبه للاميتر ذو السلك الساخن، الاميتر قراءته هتقل. ليه؟ لانه بيقيس القيمه الفعاله، والقيمه الفعاله بتبقى اقل من الماكس، فانت هتبدله بدينامو هيدي نفس القيمة العظمى، القيمة العظمى بتاعته هي اللي هتبقى قد الفي باتري. طيب ما دون هيقيس القيمة الفعالة، يبقى الأميتر بيقيس القيمة الفعالة وليس القيمة العظمى. يبقى أنا هختار ب، تنعدم وتقل. السؤال اللي بعده. إذا مر تيارين 2A و4A في أميتر حراري، فإن النسبة بين انحراف مؤشر الجهاز على الترتيب هي كام لكام؟ احنا عندنا الميسيتا بتتناسب مع كمية الحرارة، كمية الحرارة بتتناسب مع مربع التيار. طيب يبقى احنا لو قلنا سيتا 1 على سيتا 2 هتساوي اي 1 تربيع على اي 2 تربيع. ماشي، اي 1 على اي 2 لاربعة، 2 لاربعة يعني 1 لـ2. طيب يبقى سيتا لو ديا هتبقى سيتا، تبقى سيتا 2 بكام؟ طبعا دي اختصارها نص، احنا عندنا سيتا بتساوي ده الكل تربيع، يبقى هتساوي 1 على 4. يبقى احنا بنقول احنا انت عايز النسبة بين سيتا 1 لسيتا 2. ماشي، سيتا 1 لسيتا 2 بتساوي اي 1 تربيع على اي 2 تربيع. اي 1 لـ2 2 لـ4، بس احنا هنربع لان العلاقة اللي بين السيتا والاي اهي علاقة بين السيتا ومربع التيار، فهيبقى عندي الاختيار رقم د 1 لـ4. اراد احد المتعلمين ان يقوم بطلاء مفتاح من النحاس بطبقة من الفضة، فاستخدم الخلية الموضحة بالشكل، ولكن هدفه لم يتحقق. بما تنصح هذا المتعلم كي يحقق هدفه؟ طبعا مش يتحقق لانه بيستخدم تيار متردد في عملية الطلاء، واحنا قلنا مش هينفع التيار المتردد في هذه المهمة، فلازم يكون تيار مستمر. فانت ده دينامو التيار المتردد، استبدل طبعا الحلقتين بفرشتي جرافيت بمقاوم التيار عشان يبقى تيار موحد الاتجاه. فانا هختار الاختيار ج، ان يستبدل فرشتي الجرافيت بمقاوم للتيار.
السؤال رقم 6، الشكل البياني يوضح العلاقة بين شدة التيار والزمن باستخدام البيانات الموضحة على الشكل. يمكن صياغة معدل شدة التيار كدالة في الزمن. عايز أعمل معادلة للتيار. إحنا عندنا من الرسم أي ماكس بتساوي 2 أمبير، والزمن الدوري من على الرسم ده زمن نص دورة، يبقى الزمن الدوري 1/10 في 2 ب2/10، وبالتالي التردد هيبقى 1/2. طيب احنا عندنا الاي بتساوي اي ماكس ساين سيتا، يبقى الاي بتساوي، هشيل اي ماكس من على الرسم واكتب 2 ساين سيتا، يعني 2 باي اف تي، يبقى بيساوي 2 ساين 2، هسيب الباي، الاف بقت 1/2 في تي. طيب الاتنين من عشرة هتروح معديا، هيتبقى 1/10 يطلع فوق 10، يبقى هتساوي 2 ساين 10 باي تي. هدور على الاختيارات هلاقيها اختيار رقم ب، يبقى احنا هنقول ان احنا اي بيساوي 2 ساين 10 باي تي. ان شاء الله نبقى نحل في الفيديو القادم اسئله نفس الجزئيه بس من اسئله كتاب الدليل. والسلام عليكم.